السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وصفة الشيف أيهم. اليوم جيتكم طريقة طلبت مني كتير، هي البطاطا اللي تقدم بالوجبات جنب الوجبات المطاعم، كيف بتصير وكيف الطريقة مع البهارات وسر نجاح البطاطا. اليوم رح أعلمكم كيف. الموضوع بيعتمد على 3 شغلات، على نوع البطاطا وعلى درجة حرارة الزيت وعلى سماكة القطع اللي رح نقطعها من البطاطا. هلأ رح نغسل حبات البطاطا ونقشرها ونشوف طريقة التحضير. هلأ بعد ما غسلنا البطاطا قشرناها رح نقطعها بسكينة محززة، سكينة ترانشوز محززة عشان يعطيها شكل للبطاطا. ممكن نستخدم السكينة عادية ممكن نستخدم السكينة المحززة. رح اقطعها بسماكة واحدة في السمك كيف. مقدار هالسمكة طبعا هالسكينة تعذب شوي بس تعطي موديل كتير حلو. مثل ما حكينا سبب نجاح البطاطا نوع البطاطا، حرارة الزيت وسماكة البطاطا اللي قطعناها. سماكة واحدة بعد ما قطعنا البطاطا سماكة واحدة حطها بالجاط. رح نضيف مقدار معلقة كبيرة ملح. إذا كانت بطاطا حلوة بتشد معنا على القلي. رح أضيف التلج. أضيف المي. راح أعيش لمدة ساعة كاملة وبعدها بنرجع نحمي الزيت وبنقليها. هلأ رجعنا بعد ساعة، البطاطا باردة كتير، راح نصفيها من المي والملح وننزلها بالزيت. بعد ما صفينا البطاطا راح ننزلها بالزيت. طبعا لازم يكون زيت حامي عشان البطاطا فورا تشد وما تفكك. مثل ما حكينا بنرجع بنعيد، نجاح البطاطا بيعتمد على نوع البطاطا وعلى سماكتها وعلى درجة حرارة الزيت. فردناها مع بعض. مثل ما شايفين بلشت البطاطا تحمر. يا سلام على الريحة الطيبة.
هنستناها تحمر منيح ونصفيها من الزيت. هلا صارت البطاطا جاهزة معنا، نشوف لون البطاطا شهي وبتجنن، سخنة كتير. شوفوا الرسمة طلعت ما أحلاها على العلي. هلا البطاطا صارت جاهزة، رح نشوف كيف رح نعمل بهارات بطاطا. عنا معلقة ملح، معلقة بابريكا، معلقة كاري، معلقة زنجبيل، معلقة بودرة ثوم، معلقة بودرة جبنة، ومعلقة بودرة ماجة. رح نخلطهم مع بعض. طبعا هاي الأنواع البهارات متوفرة بأي ماركت ممكن نجيب منها، هاي نفس بهارات المطاعم. رح نرشها فوق البطاطا، طيبة كتير، بتعطي نكهة طيبة كتير. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس.